السلام عليكم، معكم العرس سعيد شيف دوتيل بالي فرج، مرحبا بكم. غادي لي كنبدا في الصباح جي كنشوف لي كوموند ديالي اللي خاصين، ميم طون كندوز البيفي ديال الفطور ديال بيتي ديجوني، نشوف لي ريبتير، نشوف داكشي اللي واش هو هذاك البيفي ماشي هو هذاك، حاجه ناقصه كنزيدها، كنشوف مع الريسبونسابل ديال بيتي ديجوني. ابخي كندوز البيرو ديالي، كندوز لي كوموند ديال لا ريسبسيون ديال المارشانديز اللي عندي، من بعد كنديرو بريفينغ مع لو ديريكتور اي لو ديريكتور داشا و لي ريسبونسابل في الاوتيل، باش كنشوفو شنو جديد، شنو كاين اليوم، شنو كاين دي كليون في اي بي ما كاينش، كنشوفو شنو غنديرو ونشوفو البروغرام ديال لا سومان. بالنسبه لي بروبليم تاعو اللي كنبغي نخدم بهم، بالنسبه للمنطقه اللي انا فيها دابا كاين الماغريت كانار، الفواكرا ديال دومينار بالو اللي صراحه عندهم اون بون كاليتي وكيخدموا بون ميثود مزيانه، بالنسبه لزيت العود تاعي ديال المنطقه تاعي كنبغي نخدموا بها، زيت ارغان تاعي كنفضلها وكنبغي نخدم بها في الاطباق ديالي تاعهم بزاف. الطبق اللي نقدم لكم اليوم هو عباره عن الكتف ديال الغنمي طيب سبع سوايع بالطريقه ديالي، مورا غادي نديرو الماغريت كانار بلي بوم ولي زاسبيرج، كوم ديسير غادي نديرو دوم شوكولا كراميل بالبوغ سالي. تابعونا بصحه وراحه. السلام عليكم، الطبق اللي غنطيبو اليوم هو الكتف ديال الغنمي طيب سبع سوايع. المقادير اللي غادي نحتاجوها كاين الابزار، العسل، ليطوال دانيس، قرفة عواد، سكنجبير، كردموم، ليمون، شماش، برقوق، نعناع، بيرسيل والبصلة. غادي نبداو بلي بول دانو، نحيدو له الطابع هذا، من بعد غنديرو الملح والبزار ديالنا، نديرو الزيت ديالنا تسخن شوية، ونحمروهم شوية، نقلبوه شوية، شوف تحمر بعدا شوية بحال هكا. دابا نجدو البصلة ديالنا، مازال شويه تحمر، حط الليمون ديالنا تاعو،
دابا غادي ندوزو لا كويسون ديالنا. ناخذ لانيو نديرو في الماء تاعنا، ندوزو لي زيبيس لي غادي نديرو كارمون، طول دانيس، قفاوات، بزار، ملحة، سكنجبير، الليمون اللي قطعنا طونش، والبصلة، المويو بالماء، خصو يكون مغطي كله بالماء، باش يطيب مزيان، نزيد الفرسيل، النعناع، المشمش ديالنا، تاهو برقوق، واخا نزيدو العسل، نديرو عليها فيها مهيلة بزاف كاع، ونخليه يطيب مدة ديال 7 سوايع على العافية، مهيلة بزاف. كما شاهدتو معايا زدنا في الوصفة ديالي، زدنا شوية ديال البرقوق والنعناع والليمون، هذا زدتو أنا من عندي باش كنعطي واحد لوكو خاص لهاد الوصفة هادي. بلي كيطيب الكتف ديالنا 7 سوايع، كنحاولو نحيدو اللحم ديالو ونخليو لاصوص ديالو نباسيوها ونخليوها تريدوها مزيان. من بعد كنشدو هذاك اللحم ديالنا كنرويوه في الومنيوم بابي الومنيوم وكيعطينا بحال هذا الشكل هذا. دابا ندوزو الطريقه ديال الدريساج ديالنا. عندنا هذا نحصلو عليها بحال هكا، غنحيدو ليه بابي الومنيوم، نديرو في لاصوص ديالنا هنايا تسخن مزيان، السيت ديالنا، نخدو لانيو هدا، نديرو شويه في لاصوص تكون سخونة، مع شويه ديال لابان بوري، نديرو على شوية لاصوص، نديرو شوية المشمش، وهذا الطبق ديالنا. الطبق ديالنا اللي كان عبارة على كتف ديال الغنمية طيب 7 سوايع، طريقة التحضير ديالو هي هادي، بالصحة وراحة. الطبق التالي اللي هو عباره عن ماغري كانار، الماغري كانار اللي كناخذو من الريجيون ديالنا ديال المنطقه ديال دومين غبالو، غنحتاجو الملحه، البزار، الزبده، لي زاسبير، التفاح، طوماط سوريز، لي غادي، البيرسيل كوم ديكوراسيون. دوزو
تقدر ديرو ديزاين سيزيون كوم سا ني بلا سيزون ديالو بحال بزاف ديريكت بلا من الحبل والو حيت ديجا هاد لاكوبت هادي كتكون فيها غير لاكريس تخلي تسيا شوية دابا ملي تحمرات شوية غنديروها في الفران درنا الماكريت تانار ديالنا في الفران يطيب دابا غادي ندوزو للتفاح بالطريقة ديال كوم غارنيتير ندوزو دابا نحمرو شويه ديال نحمرو التفاح نديرو شويه الزبده هنايا في الكبده التفاح ديالنا النار ديالنا طاب خرجنا من الفران سوتونا لي زاسبيرج مع التفاح و لي زيلومون ديال ديكوراسيون ندوزو دابا طريقة التحضير نحط الطبق اللي غادي ندريسيو فيه ناخذ الماكريت كانر ديالنا بحال هكا ناخذو تفاح لي زاسبيرج ديالنا نديرو غادي خير كنديرو لاصوص ديالنا هنايا هاد الطبق ديالنا ديال الماكريت كانار التفاح ولي زاسبيرج بصحة وراحة غندوزو الوصفة الثالثة هي عبارة عن دومو شوكولا دو كراميل سالي يعني الكراميل فيه شوية ديال الملحة نحتاجو كريم شانتي سنيدة الزبدة
لا كريم انا لا كريم على جوج مرات، لا كريم بوغ الكراميل ولا كريم بوغ الكناش، ملحه سكر شوكولات سنيده بودره كاكاو. نزيد دابا تبان نجدو الكراميل ديالنا. ندير الزبده ديالنا، السكر، حاولوا نحنهم شوية. نديرو هنا باش نصاوبو الكراميل ديالنا، نخليو هادشي يتكراميليز مزيان. هنايا هنا نوجدو الشوكولات ديالنا، دابا ولا كراميل. نزيدو علينا شوية الكريم، نردو فوق البطة شوية تيولي الكريم ديالنا هنايا. نزيدو شوية ملحة، شريت هنا في الأول كراميل بيغ سالي، نكبو على الشوكولا ديالي هنا. نحركو شوية باش ندوبو الشوكولا ديالنا. دابا ندوزو ليطاب تانية اللي غنديرو فيها جيلاتين طرومبي في الما، طرومبي مزيان. نحركو الشوكولات ديالنا نشوفو، خليه واحد شوية تكون واحد الطومبيراتور اللي مزيانة. مزيان نصرو من الماء مزيان، نزيدو على الشوكولاط اللي عندنا هنايا. راه حركنا مزيان، زدنا الجيلاتين ديالنا، نزيدو لا كريم مونطي، حركو بشويه بشويه. باش مت لا كريم مطيحش غير بشوية، نحركو بشوية حتى نزيدو ديال لا كونتيتي كلها ديال لا كريم.
دابا هي موجودة، ديرها في البوش، ديرها في البوش ديالنا. بلي درنا لاموس ديالنا في لابوش، دابا ندوزو نصابو الكناش. الكناش غنحتاجو فيه سنيدة، لاكريم، بودرة كاكاو، جيلاتين. ندوزو نديرو لاكريم. نديرو بودرة كاكاو. سنيدة. نديرو الماء تاهو. نحركو. نخليو عاد 5 دقائق فوق العافية كيبوي، من بعد كنزيدو الجيلاتين. العافية ندوزو نصوبو لي دوم ديالنا. عمرو يبوش. من بعد ما درناه هنايا نديرو دابا في الكونجيلاتور، نخليه واحد تقريبا 24 ساعة ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي ديالو هو دابا من بعد ما كنديمو ليه، دابا ندوزو نديرو لافينيسيون ديالو. الكناش اللي كنا صوبنا هو هدا، هكا الشكل النهائي ديالو. خاص باش الكناش ديالو يشد شويه خاصنا نديرو في التلاجة هما واحد 20 دقيقة. ندوزو لطريقة التقديم، من بعد ما خليناها في التلاجة واحد 20 دقيقة تشد الكناش ديالها. شوية ديال اللوز فوق، وهي هادي الطريقة تخدم بالصحة والراحة. الطبق اللي قدم لكم شاف العرس السعيد كان لي بول دانيو كونفيساتور، ماكري الكنار بالبوم، دوم شوكولا. بصحة وراحة ومرحبا بكم. عقلوا لي أول سعيد. اقتراحاتكم مشاهدينا أو آرائكم أو كذلك وصفاتكم أو اللحظة اللي بغيتوا تشاركوا في البرنامج، راسلونا على العنوان للمطبخ نجوم @2m. الأسبوع المقبل مشاهدينا نتعرفوا على شيف جديد في مطبخ جديد ومدينة جديدة.